يعني خبر قرأناه، أنا قرأته بصراحة على موقع بي بي سي، بيقول إنه منظمة العفو الدولية بتقول بإن الجيش المصري يستخدم قنابل عنقودية في سيناء، وإنه لازم ناخد يعني التخوف بإنه هذه القنابل لها أثر وليها وليها. ولكن أنا وقفت بقى وانا بقرا الخبر، وانا ست مش يعني لا اعلم في هذا الامن كثيرا، ولكن وقفت لما قالوا ان هم وصلوا عرفوا هذه القنابل من خلال مشاهده الفيديو. هل من حق منظمه ان تصرح هذا التصريح من خلال مشاهده فيديو؟ يعني هو طبعا الكلام ده بيدخل في اطار الشائعات والحرب النفسيه. طبعا القنابل العنقوديه دي بتعتبر قنابل محرمه مصر. هناك ايه يا فندم القنابل العنقوديه؟ القنابل العنقوديه دي عباره عن قنبله فيها 60 قنبله صغيره، بحيث لما هي تلقى على هدف تبدا هذه القنابل تصيب عدد كبير من الافراد، وبتحدث جراحات عميقه جدا، والشظايا بتاعتها بتبقى شظايا يعني مميته، وبها بعض المواد اللي هي تساعد على عدم التئام الجروح. وعلشان كده ديت بتوظفها الأمم المتحدة بأنها من القنابل المحرمة دوليا.